قصة كين السفاح. كين هو طفل من ناكسس تدرب ليكون محاربا قويا ضد الآيونيين. كان مكلفا هو وأصدقائه بالتجسس على الأعداء ومهاجمتهم، مستغلين تعاطفهم على الصغار. ولكن الآيونيين لم تنطلي عليهم الخدعة وهاجموا الأطفال وقتلوا الجميع، ولكن كين كان محظوظا رغم الجروح والآلام، بالكاد تمكن من النجاة ونهض من أرض المعركة بينما كان يمشي بين جثث أصدقائه. أصيب بالذعر والفزع وكان عاجزا كليا بسبب ضعفه، وأقسم بأنه لن يهزم أبدا. مرة أخرى قرر كين أن يفعل المستحيل للحصول على القوة، وفعلا لقد باع روحه للشيطان للحصول على تلك القوة التي يريدها. ذهب كين إلى كبير السحرة كارثوس كي يقوم بطقوس بيع الروح إلى الشيطان، وحصل كين على القوة التي كان يحلم بها، ولكن لكل شيء ثمنه. تغير سلوك كين بسبب الشيطان الذي بداخله، مما زاد جشعه للقوة والسلطة. ذهب كين إلى أيونيا، وعندما وصل إلى أسوار القلعة دخل إلى الجدار بتقنية الظل دون أن يشعر به الحراس، واتجه مباشرة إلى آش حاكمة أيونيا وباغتها بهجوم من الخلف، واستحوذ على روحها وقوتها. بعد أن قضى عليها شعر كين بعدم التوازن في جسده، قرر الذهاب إلى كبير السحرة. ولكن وصل كين بعد فوات الأوان، بسبب الأرواح التي حصدها أصبح الشيطان الذي بداخله قويا وتمكن من السيطرة على جسده، ومن دون سابق إنذار اعتدى كين على كبير السحرة وأخذ قوته وروحه، وصار وحشا شرسا يدمر أي شيء في طريقه. بدأ كين بتدمير ناكسس لوحده، ولم يستطع أي جندي من ناكسس الوقوف في طريقه، ولم يبقى على ناكسس إلا أن تستخدم ورقتها الرابحة وأن ترسل جنودها إلى زون ليتم تحويلهم إلى جنود خارقين للتمكن من مواجهة كين.